أخبار اليوم. تزامنا مع وصول المسترال إلى الإسكندرية، اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2016 الذي نفذته وحدات القوات البحرية المصرية، تضم حاملة المروحيات المسترال جمال عبد الناصر، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية الفرنسية، والذي استمر لعدة أيام أثناء رحلة عودة المسترال من فرنسا. وقد شملت مراحل التدريب عملية الاعتراض البحري والتصدي للتهديدات غير النمطية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية والاستعداد لخوض معركة بحرية في عرض البحر وتنفيذ المناورة للتعامل مع العناصر المعادية بكفاءة وسرعة عالية والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية وتأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية. وقامت عناصر من الجانبين بالتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ. والتدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بالهليكوبتر التابعة للقوات البحرية المشتركة في التدريب. والتدريب على حراسة وتأمين سفينة ذات شحنة هامة أثناء رحلة عودة المسترال والتي نفذت بكفاءة عالية وبمعدلات قياسية. وفي نهاية المناورة أشاد الجانبان بالمستوى الراقي للقوات البحرية لكلتا الدولتين اللتين تربطهما أواصر متينة من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة والتي عظمت الاستفادة المرجوة طوال مراحل التدريب.